عبد الرحمن غالب طالب في كلية التقنية بجازان، طبعا التخصص له هو ميكانيكا إنتاج، وطموحه قاده إلى تحقيق أيضا حلمه الكبير لزيادة دخله ومساعدة أسرته، حيث بدأ مشروعه الخاص من خلال فكرة بسيطة ولكن بأسلوب مختلف وجديد. أيضا هذا الأسلوب حيث قام بابتكار وأيضا تطوير ما لديه من مهنة. للمزيد من التفاصيل مراسلنا عبد الله الفيفي، اهلا وسهلا يا عبد الله، اعطينا تفاصيل هذه القصه. صباح الخيرات عبد الله. مرحبا عبد الاله ساره، صباح الخير. نعم، من الفن والجمال هنا في جازان بعد ان كنا في التجميل والتزيين في الشرقيه مع المبدع عبد الرحمن غالب وايضا شريكه صبري مكين هنا في مدينه جيزان، حيث ابدع في ابتكار طريقة لتسويق مشروعهما البسيط، مشروع خضار، محل خضار هنا، ولكن بأسلوب مختلف وجديد ومتميز ما أكسبهما أيضا شهرة ودخل جيد. نتعرف على طريقتهما في التسويق من خلال هذا المحل مع أخونا عبد الرحمن غالب. بداية نرحب بك معنا على شاشة قناة الإخبارية عبد الرحمن، ونقول لك مبارك هذا المحل. الله يبارك فيك يا غالي، ونورتونا وشرفتونا والله. بداية متى بدأتم العمل في هذا المحل؟ والله تقريبا حاليا لنا شهرين فتحنا المحل الحمد لله، وبإذن الله قادم على التطوير أول بأول بإذن الله. محلات الخضار كثيرة نشاهدها وأيضا بسطات الخضار على الشوارع، ولكن ما الجديد لديكم اللي أكسبكم أيضا الدخل والشهرة هنا في مدينة جيزان تحديدا، رغم أن المحل داخل أحد الأحياء وليس على الطرق الرئيسية أو في سوق خضار؟ والله نحن كان نطمح في سوق الخضار، ولكن الأسعار الإيجارات مرتفعة، ولكن وجدنا هذا المحل المناسب الصغير. ولكن الأشياء المميزة عندنا اللي هو الاشتراكات الشهرية والتوصيل إلى البيت. طبعا الاشتراكات الشهرية تكون للأسر الصغيرة أو الكبيرة، ويوجد لدينا أحجام بمبلغ 200 ريال أو 400 ريال إذا كانت العائلة كبيرة، ويوجد لدينا اشتراكات للأسر المتعففة ونقوم بزيادة بعض الأشياء عليها. اللي يميزكم في عملكم من خلال هذا المحل لبيع الخضار هنا في مدينة جيزان هو التوصيل للمنازل، كيف تتلقون أو تتواصلون مع الراغبين في الحصول على هذه البوكسات؟ بكل بساطة يرسلون علينا، يرسل واتساب ومن ثم التواصل، يرسل موقع جوجل ماب، جوجل ماب ويوصل عنده، ما يستغرق من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ونخدم كمان محافظات جيزان بأكملها. الأسعار، أسعار البوكسات هذه اللي يتم توصيلها للمنازل هنا في مدينة جيزان وأيضا المحافظة، التوصيل داخل جيزان مجاني، وطبعا البوكس الصغير 50 ريال، جميع أصناف الخضروات، والكبير 100 ريال، جميع الأصناف، الصغير نص كيلو والكبير يكون فيه كيلو. تقول لي أنه أنت استأجرت هذا المحل داخل الأحياء أيضا لأنك ما أتيحت لك الفرصة تقريبا في سوق الخضار في جيزان، حدثني. والله كان أطمح بسوق الخضار أفتح محل يعني أو محل كبير كتجارة وزي كذا، ولكن الأسعار مرتفعة جدا، اللي هو أسعار الإيجارات مرتفعة جدا، من ثم اتجهنا إلى هذا النحو، يعني الفرق شاسع جدا، هناك 2670 الشهر الواحد، ومهلة أسبوع واحد ما دفعت طلعوني، هنا 1200 شامل الكهرباء، فهو محل مناسب بسيط بإذن الله كانطلاقة وكبداية. يعني تقول لي لديكم أيضا أفكار لتطوير المحل في المستقبل، حدثني عن هذه الأفكار. حاليا شغالين على بوكس الصيف، فطبعا يتكون من جوز الهند ويتكون من الأناناس المقطع بإضافة سلطة الفواكه، بإذن الله في القادم حيكون أكبر من كده، حينضاف إلى آلة إسكريم متخصصة لإنتاج الفواكه بطريقة الإسكريم الجديدة، بإذن الله حيكون في إضافات جديدة بإذن الله. طيب مع بداية الدراسة الآن ما يتعرض العمل في المحل مع الدراسة؟ بإذن الله أنه ما يتعرض، لأنه حبي وشغفي في التجارة وحبي وشغفي كمان في المسرح، يعني فبإذن الله ما يتعرض بإذن الله. نعم، أنت حدثني عن شغفك وأعمالك المسرحية، أنت ممثل ومخرج مسرحي أيضا، حدثني عن هذا الجانب في شخصية عبد الرحمن غالب.
عبد الرحمن غالب من عشاق المسرح الذين يعشقون المسرح، وحمد لله حصل على جوائز كثير كبداياتي كممثل ومخرج حمد لله الآن، ولكن في تطوير بإذن الله من ذاتي، وبإذن الله بعد فترة شهرين أو ثلاثة شهور حطلع مسرحية جديدة اللي هي ديو دراما مع المخرج عبد الله عقيل بإذن الله. الله يوفق يا عبد الله. قبل ما تشكره يعني وجه له التحية. نعم. بأمانة أنا أول ما شفته سبحان الله وجهه وابتسامته والسماحة اللي فيه انعكست أيضا في عمله الرائع كمشروع سعودي، أيضا الأسعار اللي ذكرتها لنا الرائعة والأسر المتعففة، يعني لك جزيل الشكر. هالخدمات الاجتماعية وصلنا شكر، طبعا وصل شكرنا له وبيض الله وجهه، ونتمنى له دائما وأبدا التوفيق وبالتوفيق في العمل المسرحي الجاي. زملاء الاستوديو يقدمون لكم الشكر وأيضا يتمنون لك التوفيق في مجالك وهوايتك في العمل المسرحي وأيضا في الدراسة. الله يسعدهم ما يقصرون، وبإذن الله حنطور المنطقة من ناحية الخضروات والفواكه بإذن الله بعد فترة تشوف شيء مختلف جدا، وبإذن الله من نحو ننطلق للمملكة كاملة بإذن الله. الله يوفقك يا رب. أخونا عبد الرحمن غالب، أيضا ودنا نشكر أو نعرف بأخونا هنا شريك عبد الرحمن غالب أيضا معنا صبري مكينة، نقول لك صباح الخير. صباح النور. ودنا أيضا تعرفنا، أنت تقول لي أنك خريج ولم تجد فرصة واتجهت لهذا المحل صحيح؟ نعم أنا كان خريج المعهد العالي للسياحة والضيافة قبل سنة وما حصلت وظيفة واتجهت لهذا المجال. قول لي كيف الدخل، أنتم لكم شهرين الآن، هل الدخل مرضي من خلال العمل في هذا المحل؟ نعم مرضي الحمد لله، ولنا دحين شهر وإن شاء الله نطمح المزيد المزيد. تقول لي أنكم اضطريتم الصباح إلى أنكم تجيبون بضاعة جديدة لأنه البضاعة اللي كانت البارح في المحل خلصت صحيح؟ ما شاء الله تبارك الله، نزلنا مرتين وخلصت، الحين دي المرة الثالثة في الصباح. إذن أخي عبد الإله أختي سارة، هذول هم نموذج لشباب الوطن، النموذج المشرف اللي يستثمرون الفرص البسيطة. شكرا لك عبد الله الفيفي، وبيض الله وجههم، بيض الله وجهك على هالقصة الجميلة أيضا.